فوزه بملعب 5 جويلية على شباب باتنا بهدف لصفر من تسجيل غول في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بتعادل 0-0. أهم وقائع المقابلة إليكمها. انطلاقة من زيلي الآن. زيلي مراوغة أخرى والتصويبة باليسرى وحاج عدلان من جديد، تدخل موفق من الحارس وأول ركلية. زيلي من جديد. فرصة نقول من ذهب ضيع ويبدو لي فيه مهداوي. كرة ساخنة في منطقة اتحاد العاصمة وقذفة تمر جانبية. بشير اللي معروف ولكن اللي يبدو لي اليوم ما راهش يتمتع بكل امكانياته، مش عارف اذا هذا راجع الى التعب. هذا الدور داخل المنطقة في مراوغة موفقة، مراوغة ثانية توزيعة ممكن مكين، ما في حتى واحد، فقط حمدود المدافع الأيمن اللي ينطلق ويجد أمامه ساكر. يعتمد على اكبر عدد ممكن من اللاعبين في هجوم بالنسبه لاتحاد العاصمه. توزيعها القائد الثاني وهدف لا، الحارس بعجوبه ابدع في اخراج الكره. صفر مقابل صفر، تبقى النتيجه على حالها بعد نهايه المرحله الاولى. قائد فريق اتحاد الجزائر غول، كل اللاعبين في المنطقه غول وهدف بالفعل باليسرى مقوسه. 7 دقائق لعب وأول هدف من إمضاء غول، سجل عدة أهداف لصالح فريقه الأسبق اتحاد الحراش وكذلك مع فريق الأواسط، فريق أو المنتخب الوطني أمل وأواسط. في الطريقة وباليسرى كرة مقوسة كما ينبغي، تغلق تماما الحارس اسماعيل وفرحة في المدرجات. بشير الآن على الجهة اليمنى، مليحة الكرة هذه في العمق، تمريرة أرضية والحارس فوضى برزانة. قوسها باليسرى وكادت خلفها وكاد غول يضيف الهدف الثاني. صعوبة في الدفاع. ماشي هجوم آخر على طريق كثير صعوبة. ويدخل الحارس التقلق اللي كان في الشوط الثاني لصالح الزيري وحاج عدلان داخل المنطقة، تصويبة وخارجة. ثم دخول خوني ترفع الكرة، حاج عدلان يقوس الكرة، لا كاد يكون الهدف خوني تولي ويصفر سيد الساسي سليم الساسي نهاية اللقاء بفوز اتحاد العاصمة بهدف من غول في الدقيقة في الشوط الثاني في الدقيقة 7 مقابل 0. إذا بعد مقابلة متوسطة المستوى لكن نهاية الكأس. الجمهورية هكذا أرادت الكأس، الفوز لاتحاد العاصمة اللي يستحق هذا الفوز. نقول هذا بكل روح رياضية. شباب باتنا اللي يستحق التحية والتحية الكبيرة على المردود الطيب طبعا اللي ظهر به. يا شايب فيه الآن بداية الحفل الرسمي لتوزيع الميداليات والهدايا كذلك، لأن هو نهائي كأس وحفل كبير. تسليم ميدالية في طرف الرئيس وتسليم كرة رمزية بطرف قائد الفريق فريق شباب باتنا إلى فخامة الرئيس، يعني تبادل تهاليف رئيس الجمهورية اللي هو محاط بوزير شباب الرياضة وبضيف الجزائر نائب رئيس الجنوب إفريقيا الموجود حاليا في بلادنا. في انتظار صعود طبعا حكم المقابلة، في انتظار صعود اتحاد العاصمة حكم المقابلة سيسي بالبرج وبالباح، كذلك الحكم الرابع للمقابلة السيد كريم داحو، ثم صعود اتحاد العاصمة حاج عدلان.
الذي يتسلم الكأس في هذه الأونة من يدي رئيس الجمهورية أمام فرحة الأنصار وهتافات. وبهذا التسليم ينتهي هذا الحفل البهيج نهائي كأس الجمهورية. هذه هي كرة القدم، لابد من فائز ومن منازل. ما كاش شعور، انا فرحان. لا بريمير لا فينا نلعبها في الجزائر، لعبت اون جونيور ديتها، لا بريمير اون سينيور الحمد لله ديتها، شوي فيار. اليوم الهدف جاء من عندك غول ثاني. انا فرحان خو ما على باش كاش ناطر، والله ما على باش. يعطيك تنفر. يعني اول مره شباب باتنا يتاهل للقسم الى الدور النهائي. يعني هنا نظن المقابله كانت جميله، وحتى يعني فريق شباب باتنا يعني ادى ما عليه، ادى مقابله كبيره. وما ننساش يعني اتحاد العاصمه ثاني اللي كان يعني الحظ معاه، يعني نقول لهم مبروك عليهم. اليوم عبد العزيز ما نظنش التجربه، نظن حتى يعني كل الجمهور عنده يعني مقابلة برمجت في ملعب 5 جويلية، يعني هذا عائق لينا. يعني والحد كان معهم، ونقول لهم مبروك عليهم. نهني الاسبوع الفوز هذا، نهني الانصار تاعنا اللي لا غالب خيبناهم، ما كناش في لا غالب ديال ماتش دو كوب، لازم واحد فيه رابح واحد خاسر. اون با بيان ديفلوبي في النص التيران، ما كان ما مشاتش فيها مليح. سي بور سلا لوزما حكمت ميليو ديفو ميليو تاعهم، وزون ديفلوبي شويه بالو، والبيت هاكم شفتوه كيفاه جا الله غالب، يعني ماشي يعني مخدوم ولا حاجه. سانتير ما كناش نتوقعوا يجي يدخلنا بيت كيما ذاك، سي بور سلا الله غالب.